اليوم طبعا نحن في نادي الحمرية الثقافي الرياضي نحتفل بإنجازات أبطالنا الرياضيين للموسم الرياضي 2022-2023 بالمكرمة المهداة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الدعم الأول للرياضيين والفخور دائما بإنجازاتهم. كذلك نحن اليوم نفتخر بهذه الإنجازات وندعم لاعبينا ونحثهم على مواصلة واستدامة هذه الإنجازات، نفتخر فيهم بالمواسم القادمة. اليوم يمكن كان عندنا أكثر من 120 لاعب أو بطل ممكن نسميهم، إنجازاتهم كانت على مستويات مختلفة، رياضات فردية ورياضات جماعية. كذلك تم تكريم المدربين الذي المجهود اللي بذلوه مع الشباب والأبطال اللي وصولهم إلى المنصات ومنصات التتويج سواء محليا ودوليا. كذلك ونشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي على هذه المكرمة، واليوم فرحة اللاعبين اللي موجودين والأبطال اللي هني وشكرهم له بشكل شخصي، هذا دليل كبير على الإنجازات اللي تطمح لها إمارة الشارقة سواء على المحل المستوى المحلي والمستوى العالمي كذلك.